المكبوس الخليجي يكفي من 6 إلى 8 أشخاص. المقادير: لخلطة البهارات ملعقة طعام زيت زيتون، ملعقة طعام رب البندورة معجون البندورة، ملعقة طعام ماء، نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون، نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون، رشة قرفة ناعمة، رشة قرنفل مطحون، ملح حسب الرغبة. للدجاج 4 ملاعق طعام بصل مفروم خشن، جزرة مقشرة ومقطعة إلى شرائح، فصان ثوم، دجاجة كاملة مقطعة إلى 8 قطع مغسولة ومجففة، 250 ملي أو كوب ماء، ملح حسب الرغبة. للصلصة بصلة مفرومة ناعما، ملعقة طعام زيت زيتون، فص ثوم مهروس، جزرة مقطعة إلى مكعبات صغيرة، 200 ملي أو 3-4 كوب لبن رائب، نصف ملعقة صغيرة كاري مطحون، رشة كمون ناعم، رشة كزبرة ناعمة، 100 جرام أو 3-4 كوب بازلاء مسلوقة، 125 ملي أو كوب مرق دجاج، ملعقة طعام كزبرة طازجة، ملعقة طعام تابسكو أحمر، ملح حسب الرغبة. للأرز 630 جرام أو 3.5 أكواب أرز بسمتي، 4 ملاعق طعام زيت نباتي، قطعة صغيرة زنجبيل طازج مبشور، عود قرفة، حبتان هيل، ورقة غار، ملح حسب الرغبة. للتزيين ملعقة طعام كزبرة طازجة مفرومة، ملعقتا طعام زبيب مسلوق لأربع دقائق ومصفى. طريقة التحضير: لخلطة البهارات في وعاء نخلط الزيت ورب البندورة والماء والزنجبيل والهيل والقرفة والقرنفل والملح. للدجاج نسخن الفرن إلى درجة 180 مئوية، نضع البصل والثوم وشرائح الجزر في جاط فرن عميق، نتبل الدجاج بخلطة البهارات وننقله إلى جاط الفرن فوق الخضروات، نضيف الماء ونغطي الجاط بورق ألمنيوم ونطهو لمدة 45 دقيقة في الفرن المسخن مسبقا. ننزع ورق الألمنيوم بعد 45 دقيقة ونطابع الطهو لمدة 10 دقائق إضافية. للصلصة نسخن زيت الزيتون في طنجرة ونقلب فيه البصل والثوم والجزر، نضيف البازلاء ونطهو لدقيقة، نضيف مع التحريك الكاري والكمون والكزبرة الناعمة والملح والكزبرة الطازجة، ثم نضيف اللبن الرائب ومرق الدجاج. نأخذ 3-4 مقدار الصلصة ونضعه جانبا في وعاء. للأرز نضع لتر أو 4 أكواب من الماء في طنجرة ونضيف لها الزنجبيل الطازج وعود القرفة وحبات الهيل وورقة الغار والملح ونضعه على النار حتى يغلي. نضيف الأرز ونتركه يطهى بهدوء على نار متوسطة لمدة 12 دقيقة مع الحرص على التحريك مرتين أو 3 مرات. نسخن ملعقتا طعام من الزيت في طنجرة أخرى كبيرة. نقسم الأرز إلى 4 أقسام، نضيف ربع مقدار الأرز في الطنجرة مع مقدار مغرفة من الصلصة التي وضعناها جانبا، ثم نضيف الربع الثاني من الأرز وبعده مقدار مغرفة أخرى من الصلصة فوقه، هكذا حتى استخدام كامل مقدار الأرز والصلصة. نوزع ملعقتا طعام المتبقيتين من الزيت على سطحه، نغلف سطح الطنجرة بورق ألمنيوم ثم نغطيها ونطهو على النار خفيفة لمدة 23 دقيقة. للتقديم نضع الأرز في طبق تقديم ونرتب الدجاج فوقه ونزين بالزبيب والكزبرة الطازجة، وننقل ما تبقى من الصلصة إلى خلاط ونضيف إليها صلصة التباسكو ونشغل الخلاط حتى تمتزج المكونات جيدا. نقدم هذه الصلصة إلى جانب الطبق.